الفنان الجميل احمد كشك، برحب بيك. اهلا بيك وشكرا حضورك النهارده وتكريمك من مهرجان همسه. تحب تقول ايه؟ اكيد مبسوط جدا طبعا، ولما بتبقى عامل حاجه كويسه وفي ناس بتقدرك وبتكرمك وبتبقى حاجه مفرحه جدا بالنسبه لك يعني. بس لمس اكتاف التعاون مع ياسر جلال كان عامل ازاي؟ كان من احسن الكواليس اللي ممكن تتخيلها، كانت كواليس المسلسل حلوه جدا. ياسر جلال نجم كبير وفعلا مدرسه يعني، راجل محترم جدا، واكيد مبسوط وفخور وتعلمت منه اكيد كتير، وتعلمت من كل الناس اللي اشتغلت معاهم يعني. دور الضابط للصعيدي يعني مسلسل بحر، الف مبروك الاول على المسلسل. انت بداتها بشر في المسلسل، والجمهور تقريبا يعني خد انطباع شر عنك، انت تحب تقول ايه للجمهور؟ بص، هو في حاجه بتفرحني جدا، ان الحمد لله الجمهور بيحب احمد كشك الممثل. يعني بدات في فئه كده بتتابع احمد كشك الممثل، حباه في دور الشر، وهو ده الموضوع يعني. الناس شايفاك شرير ولا الناس حابه الممثل اللي بيعمل الدور ده؟ فما دام الناس حابه الممثل اللي بيعمل الدور ده، فاكيد لما اعمل دور طيب هيحبوك، وعلى ما تعمل اي دور هيحبوك. مع ماجد المصري في مسلسل البحر، وشايف ان البطوله جت متاخره للفنان ماجد المصري ولا؟ بص، ماجد المصري بطل طول عمره. لو انا هفترض، لو هنقول البطل الاول تمام، فاه هي جت متاخره، هي خطوه متاخره جدا، لكن هو طول عمره نجم كبير وطول عمره بطل. وماجد المصري حد مهم جدا، اكيد كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه. وبعيدا بقى عن المستوى الفني، على المستوى الانساني هو مكسب عظيم لاي انسان، فنان حقيقي، انسان حقيقي، نجم بجد، وشرف ليا اكيد اني اشتغلت معاه، وسعيد جدا 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 اني اشتغلت معاه. الصعيدي ارهقتك شويه؟ اول اسبوعين عملنا بروفات ترابيز الاول طبعا في الشركه، وبعد كده يعني احنا دخلنا اللوكيشن صعيده، قبل ما نخش اللوكيشن كانت الدنيا معادي شويه، بعد كده قلبت صعيدي بقى. الناس عن اول حلقتين قالوا لك ايه في اول حلقتين؟ انا الحلقه الاولى ما ظهرتش، في الحلقه الاولى انا ظهرت من الحلقه الثانيه، والنهارده لسه ما شفتش لان كنت معاكم من بدري. امبارح الحمد لله يعني فوق المتوقع رد الفعل. المسلسل عامل على جوجل، هو الترند بتاع جوجل لمده يومين، على البحث على جوجل لمده يومين، فاكيد ده شيء مفرحني جدا. ولسه المسلسل هينجح اكتر من كده، هو طبيعه مسلسل بحر ان كل يوم احداث جديده، فكل يوم هيشد الناس اكتر. جديد عند الفنان احمد كشك؟ ان شاء الله رمضان اللي جاي هيبقى هنغير وجهه نظر الناس عننا شويه، مع الاحتفاظ بالشنب مش هنغير. بس ميرسي جدا.